أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الطقس طبعا اليوم يستقر بعد رحيل المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة يوم أمس. هناك ارتفاع متوقع درجات حرارة نهار هذا اليوم، لكن بالرغم من ذلك ما زال الطقس غير مناسب للجلوس في الشرفات الخارجية في هذا مثل هذا اليوم، يوم الحظر، والأجواء تكون بوجه عام أكثر اعتدالا، لكن تبقى درجة الحرارة دون المعدلات أو حول عفوا المعدلات المعتادة، مع أجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خلال أوقات الصلاة صلاة الجمعة. اليوم لا يتوقع أن تكون هناك أي هطولات بمشيئة الله تعالى، فمثلا اليوم ترتفع درجات الحرارة في ساعات النهار في ساعات الظهيرة تقريبا إلى حوالي 13 درجة مئوية في العاصمة عمان، مع أجواء غائمة جزئيا بوجه عام. أما في بقية المناطق فنستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنبدأها شمالا من إربد 15 إلى 6، كذلك أمر هو في جرش والمفرق. في عجلون من 13 إلى 6 درجات مئوية، تكون في البحر الميت 21 إلى 15، في مأدبة 14 إلى 7، في كل من عمان والسلط من 13 إلى 6، وفي الزرقاء من 16 إلى 7 درجات مئوية. جنوبا تكون في الكرك 14 إلى 8، في الطفيلة 13 إلى 7 درجات، في معان 17 إلى 6، في جبال أشترى من 12 إلى 5، وفي العقبة من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا 15 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية في كل من الأزرق ورويشة 18 إلى 7، وفي الصفاوي من 17 إلى 6 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا بالرغم من هذا الحظر نهارا سعيدا أينما كنتم. دمتم بخير، إلى اللقاء.